أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب في الله، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فنعلم جميعا أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية، كتاب نزل هداية للبشرية في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة. وهذه القضايا هي ركائز الدين: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. ونصف هذه القضايا وهي ركائز الدين إما غيب مطلق لا يستطيع الإنسان بحسه المحدود ولا بقدرات عقله المحدودة أن يصل فيها إلى تصور صحيح مهما اجتهد، ونصفها الآخر ضوابط للسلوك الإنساني، والإنسان دوما عاجز عن أن يضع لنفسه بنفسه ضوابط للسلوك. فالعقيدة والعبادة من أمور الغيب، والأخلاق والمعاملات من ضوابط السلوك. ولذلك كانت ضرورة الدين، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيا في هذه الحياة بغير دين، والدين لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وعلى الرغم من تسليمنا بهذه الحقيقة أن القرآن الكريم هو في الأصل كتاب هداية في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة، إلا أن القرآن الكريم يشير في معرض كثير من آياته إلى أشياء هذا الكون: السماوات، الأرض، الجبال، البحار، المطر، الرعد، البرق، صور مختلفة للكائنات الحية وللثمار، صور مختلفة لمراحل الجنين في الإنسان. وتأتي هذه الآيات لا في مقام الإخبار العلمي المباشر، لأننا نعلم أن العلم له طبيعة تراكمية، وأن العقل البشري لا يستطيع أن يستوعب قضايا العلم جملة واحدة، ولكن يستوعبها على مراحل متطاولة. ولكن هذه الآيات التي تشير إلى الكون ومكوناته تأتي كلها في مقام الاستدلال على القدرة الإلهية المبدعة، قدرة الله الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته، والذي تنطق كل جزئية من جزئياته بوحدانية ذلك الخالق العظيم وبعلمه وحكمته وقدرته. تأتي في مقام الاستدلال على هذه القدرة على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون قادر على إفنائه وقادر على خلقه وإنشائه من جديد. ومن هذه الآيات تلك الآية الكريمة التي اختيرت عنوانا لمحاضرة الليلة: وفي الأرض آيات للموقنين. والأرض ترد في القرآن الكريم بمعان ثلاث: إذا جاءت الأرض بمقابلة السماء أو بمقابلة الشمس أو القمر أو النجوم أو غير ذلك من أجرام السماء كانت الكوكب ككل، وإذا جاءت الأرض بغير مقابلة فهي إما هذا الغلاف الصخري الذي نحيا عليه والذي يشكل مادة القارات، أو التربة التي تنبت لنا تلك النباتات. وعلى القارئ أن يتفهم ذلك باستقرائه للآية وللدلالات المختلفة المرتبطة بها. وعلى ذلك ففي كل من هذه الدلالات الثلاث: الأرض ككوكب، الأرض كغلاف صخري يحيا عليه الناس، والأرض كتربة تنبت النبات، في كل من ذلك آيات لا تنتهي، ولا يستطيع الإنسان أن يحصيها في ليلة كهذه ولا في جيل من الأجيال. ولكننا سنحاول قدر الاستطاعة أن نشير إلى بعض آيات الله في إبداع الأرض بأبعادها الثلاثة: الكوكب، الغلاف الصخري، التربة التي تكسو ذلك الغلاف. وقبل أن أدخل في هذه القضية بودي أن أؤكد على أن هذه اللفتة الربانية وفي الأرض آيات للموقنين تعني
أنه لا يدرك تلك الآيات إلا الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان بالله، الذين آمنوا بأن هذا الكون الذي نحيا فيه لا يمكن أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه، ولا يمكن أن يكون قد وجد محض الصدفة، بل لا بد له من موجد عظيم، له من العلم وله من القدرة وله من الحكمة ما مكنه من إبداع هذا الكون. ولذلك فقضية الإيمان هنا ضرورية لاستشفاف هذه الآيات التي يتحدث عنها القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ونخص بها هذه الآية الكريمة. فليس كل إنسان اشتغل بدراسة الكون أو بدراسة الأرض يرى هذه الآيات إن لم يكن قد تزود بهذا اليقين، الإيمان بالله، الإيمان بالغيب، وإن لم يكن قد تزود بقدر هائل من الموضوعية والحيدة في معالجته لهذه القضايا وفي النظر إلى الكون وما فيه. فأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أنه لا يكفي لنا في معاهد التعليم أن نخبر الناس بأن الكون الذي نحيا فيه شاسع الاتساع، دقيق البناء، محكم الحركة، منضبط في كل أمر من أموره. إذا لم يوصلنا ذلك إلى استنتاج أبعد من هذه الرؤى السطحية على أهميتها، أصبح علمنا علما جامدا لا يصل بنا إلى الحكمة المطلوبة من التعرف على هذا الجانب من جوانب المعرفة الإنسانية. ولذلك من مآسي هذا العصر أن العلم أصبح معزولا عن الحكمة، والعلم إذا لم يؤدي إلى الحكمة، إلى فهم الأسرار الكونية هذه وما وراء هذه الظواهر الكونية، إذا لم يؤدي إلى ذلك أصبح علما جافا. حتى لو أمكن الناس من عمارة الأرض ومن استثمار خيراتها، إذا عزل الإنسان عن الحكمة أصبح علما ناقصا. فالعلم لابد أن يصل الإنسان بخالقه، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والقرآن الكريم يحدثنا في مواضع كثيرة عن أن كثير من الناس يمرون عن هذه الآيات ولا يدركونها، مهما وصلوا في علمهم المادي من تفوق. القرآن الكريم يقول في سورة يوسف، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعرض الناس عن أن يروا الحكمة من وراء هذه الآيات، ولكن الموقنين بالله، المؤمنين بالغيب، المرتبطين بخالق السماوات والأرض، حينما ينظرون إلى هذا الخلق يرون من ورائه شهادة بوجود هذا الخالق العظيم، شهادة بعلمه وبحكمته وبقدرته وبحسن تدبيره، فيزيدهم ذلك إيمانا على إيمان. ومن هنا قال أحد إخواننا الذين كتبوا في هذا المجال بإفاضة، دكتور الغمراوي عليه رحمة الله، وكان عميدا لكلية الصيدلة في جامعة الملك سعود بالرياض، يقول أن الكون هو النافذة التي ينظر منها الإنسان فيرى بديع صنع الله مباشرة، يرى بديع صنع الله، ولكنه لا يرى ذلك إذا لم يكن قد عمر قلبه بالإيمان بالله وقد سلم بقضية الغيب. ما هي هذه الأرض التي يتحدث القرآن الكريم على أن بها من الآيات ما يشهد على وجود الله وعلى وحدانية هذا الخالق العظيم؟ الأرض التي نحيا عليها أحد كواكب 9 يدور حول الشمس، يدور حول نفسه في يوم يقتسمه الليل والنهار، ويدور حول الشمس سرعة تقدر بحوالي 30 كيلومتر في الثانية في سنة 365 يوم وربع، يتقاسمه 4 فصول. وهذه الأرض عبارة عن شبه كرة من الصخر تبلغ كتلتها 6,000,000,000,000,000 طن تسبح في الفضاء. ويكفي للإنسان أن يتخيل هذا الموقف، أنا أحيا على كرة من الصخر تبلغ في كتلتها
6,000,000,000,000,000 طن تدور حول نفسها مرة كل يوم وتسبح حول الشمس في سنة يتقاسمها فصول أربع. هذه الأرض تدور بمحور يميل قليلا على محور دوران الشمس، ولولا هذا الميل لما كانت الفصول، ولولا هذا الميل لأصبح القطبان في ظلام دامس، ولأصبح خط الاستواء في حرارة لا تسمح بالحياة، ولا تجمدت باقي المناطق المناخية. فهذا الميل وحده آية من آيات الله، لأن بواسطة هذا الميل بتقدير الله تتمايز الفصول الربيع والصيف والخريف والشتاء، وتتبادل هذه الفصول في نصفي الأرض الشمالي والجنوبي، ويصل شيء من ضياء الشمس إلى القطبين فلا يغرقان في ظلام دامس. وتبادل الفصول وسيلة من الوسائل الهامة لانتشار النبات ولانتشار الحيوان ولازدهار الحياة بصفة عامة. في مدار الأرض حول الشمس يتغير بعدها عن الشمس في حدود 5,000,000 كيلومتر، لأنها تدور في مدار بيضاوي إهليلجي له قطر طويل وقطر قصير، والفارق بينهما حوالي 5,000,000 من الكيلومترات، لأن متوسط بعد الشمس بعد الأرض عن الشمس يبلغ 150,000,000 كيلومترا. ولنا أن نتخيل لو كانت الأرض أقرب قليلا من الشمس لأحرقتنا أشعة الشمس، ولو كانت أبعد قليلا من الشمس لتجمدت الكائنات الحية بأكملها. لو كانت كتلة الأرض أكبر من ذلك قليلا لكان جذبها للغلاف الغازي لا يسمح للحياة أن تزدهر في صورها الراقية ومن أبرزها الإنسان. فكل أمر من أمور هذا الكوكب منضبط بضوابط تقديرية هائلة مسبقة. ولعلي أشير إلى شيء من ذلك، لأن الأرض يبلغ نصف قطرها حوالي 6,400 كيلومتر، بينما أعمق بئر حفره الإنسان على سطح الأرض لم يتعدى 10 كيلومترات، يعني 10 كيلومترات على 6,400 كيلومتر متوسط قطر الأرض. ولذلك حينما نقرأ قول الحق تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، لا يمكن للإنسان أن يخترق هذه الكرة التي يحيى عليها، لأن أجهزة الحفر بعد 10 كيلومترات تبدأ في الانصهار الكامل. هذه الأرض التي نحيا عليها يبلغ عمرها قرابة 5,000,000,000 سنة، 5,000,000,000 من السنين، ولا بد للإنسان أن يدرك هذا البعد حينما يتأمل وضعه في هذه الدنيا. الإنسان الذي يبلغ عمره في المتوسط 60 سنة يحيا على أرض يبلغ عمرها 5,000,000,000 سنة، ويتعجب الناس لماذا خلق ربنا هذا الخلق على هذه المراحل المتطاولة وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، وهو الذي يحتوي الزمان والمكان بين إرادته. نقول أن هذا الخلق تم على مراحل متدرجة حتى يستطيع الإنسان بقدرات عقله المحدودة وقدرات حسه المحدودة أن يتفهم سنن الله في الخلق فيوظفها في عمارة الحياة وفي القيام بواجب الاستخلاف في الأرض. نعلم أيضا أن الأرض هذه تتكون من عدد من النطق، ليست كرة مصمتة بالكامل ولكنها مكونة من عدد من النطق. هذه الأرض الصخرية التي نحيا عليها لها غلاف صخري يسمى
ظاهره بقشرة الأرض، القشرة الأرضية. والقشرة الأرضية يتراوح سمكها تحت البحار والمحيطات بين 5 و8 كيلومترات، وتتكون من مواد ثقيلة نسبيا، ومن هنا كانت هذه الضآلة في السمك. ويزداد سمك القشرة الأرضية فوق القارات إلى أن يصل إلى 70 كيلومتر تحت الجبال، وهو في المتوسط بين 35 و40 كيلومتر. وتتكون مادة القارات من مادة أخف من مادة قيعان البحار والمحيطات، ويكون هذه الكتلة التي يبلغ سمكها 70 كيلومترا تحت الجبال و35 إلى 40 كيلومتر في المتوسط، مادة القارات تساوي في كتلتها تماما هذه 5 إلى 8 كيلومترات التي تكون قيعان البحار والمحيطات. هذه القشرة كان في تكونها معجزة من المعجزات، سأعرض لها بعد قليل، ولكن يكفي أن أشير إلى أنها تحمي الإنسان والكائنات الحية الأخرى فوق هذا الكوكب من جهنم مستعرة تحت هذه القشرة، صخور منصهرة، حمم منصهر في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، نراها أحيانا تنبثق عبر فوهات البراكين، تحمي الحياة فوق سطح هذا الكوكب من هذه النيران المتأججة، والتي يلعب الدور الأساسي في تأججها المواد المشعة التي تشع بطريقة مستمرة فتؤدي إلى رفع درجات الحرارة. هذه القشرة يليها مباشرة ما يسمى بوشاح الأرض، وتنفصل عن الوشاح الأرضي بفواصل محددة واضحة يستطيع الإنسان أن يستقرئها باستقبال موجات الزلازل. هذه القشرة الأرضية تحتها طبقة أخرى صلبة هي الجزء العلوي من الوشاح، وتكون مع قشرة الأرض ما يسمى بالغلاف الصخري للأرض، ويبلغ متوسط سمك هذا الغلاف بين 70 كيلومترا و150 كيلومترا. هو 70 كيلومترا تحت البحار والمحيطات و150 كيلومترا تحت القارات. هذا هو الإطار الصخري للأرض، والذي يلعب دورا هاما جدا في تجديد الثروات الأرضية، وفي تكوين السلاسل الجبلية، وفي تلقي الصدمات الزلزالية، وفي انبثاق الثورات البركانية كما سأوضح لكم بعد قليل. يلي هذا الغلاف الصخري للأرض طبقة شبه منصهرة مائعة تسمى طبقة الضعف الأرضي، يبلغ سمكها إلى عمق 350 كيلومترا من سطح الأرض تقريبا، يبلغ سمكها حوالي 200 إلى 250 كيلومتر، وهي أيضا لها دور مهم للغاية، لأن الغلاف الصخري للأرض هذا يتحرك فوقها حركة مستمرة دائبة ليست مستقرة. هذه الطبقة هي التي تنبثق منها الثورات البركانية، وتتحرك من خلالها الحمم البركانية لتثري الطبقات العليا من الأرض بكثير من الخيرات التي يمن الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. يلي هذه الطبقة مباشرة جزآن من الوشاح، الوشاح الأوسط والوشاح الداخلي، وسمك الوشاح حوالي 2900 كيلومتر، والوشاح يوجد في درجات حرارة عالية من 2000 إلى 3000 درجة مئوية تقريبا، إلى 4000 درجة مئوية في أجزاء السفلى، ويتعرض لضغوط عالية جدا تجعل المواد الكيميائية تتشابك في مركبات شديدة التماسك، شديدة الانضغاط، وفي صور قد لا نعرفها على سطح الأرض، ولكن يستقرئها العلماء من تلقي الهزات الأرضية ومن التجارب في المختبرات على مثل هذه المركبات التي توضع تحت ضغوط مرتفعة نسبيا. ثم يلي ذلك لب الأرض، وجزءه الخارجي سائل والجزء الوسطي صلب، ويغلب على لب الأرض الحديد، لأن متوسط كثافة الأرض حوالي 5.5 جرام للسنتيمتر المكعب،
بينما كثافة الصخور العليا لا تتعدى 2.7 جرام سنتيمتر مكعب. فيستقرئ العلماء أن المادة في لب الأرض تصل كثافتها إلى أكثر من 12 جرام للسنتيمتر المكعب، وتوجد تحت ملايين الضغوط الجوية وفي درجات حرارة عالية للغاية. ولب الأرض هذا من الغريب أنه لحمايته بهذا الوشاح، هذا الغلاف الصخري الذي يصل ل 2900 كيلومتر، احتفظ بالحرارة الابتدائية التي بدأ بها، وتفاعلت أيضا نوى العناصر المشعة يؤدي تحللها إلى رفع درجة حرارته، فيحتفظ بدرجة حرارة مشابهة تماما لدرجة سطح الشمس. فدرجة حرارة سطح الشمس 6000 درجة مئوية، ودرجة حرارة لب الأرض 6000 درجة مئوية. ولكن اللب الداخلي نتيجة لوجوده تحت هذه الضغوط الهائلة، ملايين الضغوط الجوية، لا يمكن له أن ينصهر. اللب الخارجي ينصهر، وكلاهما يغلب على تركيبه الحديد. ويتعجب الإنسان من أين أتى هذا الحديد، لأن مجموعتنا الشمسية لا يوجد فيها حديد يتكون في الشمس. حينما نظر العلماء في صفحة الكون، وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن من آيات الله في الخلق ومن صور تذليل هذا الخلق للإنسان أنه ما من أمر من أمور هذا الكون منذ لحظة خلقه الأولى إلى يومنا هذا، ما في حركة أرضية، ما في هزة زلزالية ولا ثورة بركانية ولا حركة بنية للجبال إلا وهي مدونة في صخور الأرض، وما في أمر من أمور هذا الكون إلا وهو مدون في صفحة السماء، ومدون بطريقة تمكن الإنسان بحسه المحدود وقدرات عقله المحدود من استقرائها وفهمها. حينما نظر العلماء إلى هذا الكون وبدأوا يحللون الأشعة القادمة إلينا من أجرامه المختلفة، أدركوا أن الكون الذي نحيا فيه يتكون أساسا من غاز الهيدروجين، وهو العنصر رقم واحد في العناصر التي عرفها الإنسان والتي رتبها فيما يعرف بالجدول الدوري للعناصر. يلي الهيدروجين بالكثرة مباشرة الهيليوم، وهو العنصر الثاني في الجدول الدوري للعناصر. الهيدروجين والهيليوم معا يكونان أكثر من 98% من مادة الكون المنظور، وباقي العناصر التي فاقت 100 تكون أقل من 2% من مادة الكون المنظور. وقد أدى ذلك بعالمين بارزين من علمائنا في هذا العصر إلى استحداث نظرية تسمى نظرية تآصل العناصر، يقولان أن العناصر تتكون بالاندماج النووي. وحينما درسوا الشمس وجدوا أن هذه الظاهرة حقيقة، أن الهيليوم يتكون في الشمس، وكلمة هيليوم يعني غاز الشمس، يتكون في الشمس بعملية الاندماج النووي، وهي عملية معاكسة لعملية التحلل النووي. وحينما نظروا في غير ذلك من النجوم وجدوا أن هذه العملية في النجوم التي تبلغ درجات حرارتها أعلى من حرارة الشمس، فشمسنا يعتبر نجم متوسط تبلغ درجة حرارة سطحه 6000 درجة مئوية وجوفه أكثر من 20 مليون درجة مئوية، ولكن وجد العلماء أن في السماء نجوما تصل درجة حرارتها إلى بلايين الدرجات المئوية، تسمى بالمستعرات أو ما فوق المستعرات، نوفي أو سوبر نوفي، وأن هذه النجوم هي الأفران التي تخلق فيها العناصر الثقيلة مثل الحديد ومجموعته، وأن الحديد لا يتكون في مجموعتنا الشمسية على الإطلاق، بينما يكون الحديد من الأرض أكثر من ثلث كتلة الأرض. من أين أتى هذا الحديد؟ بدأ العلماء يتساءلون، ووصلوا منذ سنوات قليلة إلى أن حديد الأرض كله، بل حديد المجموعة الشمسية التي ننتمي إليها كله، وفد إلى الأرض من خارج الأرض. ووضعت نظرية تقول الأصل الخارجي لحديد المجموعة الشمسية أو حديد الأرض، The extraterrestrial origin of iron in earth. يقولون حينما يتكون الحديد في هذه المستعرات أو فوق المستعرات، لا يتحمل النجم نسبة عالية من الحديد، حينما تصل نسبة الحديد إلى نسبة معينة ينفجر النجم وتتنافر هذه الأشلاء في صفحة الكون، فتدخل بقدر الله
في المجالات، مجالات الجاذبية لأجرام بعينها تحتاجها. وأرضنا ذلك الكوكب الهائل 6,000,000,000,000,000 طن بدأ بكومة من التراب، كومة من التراب لم يكن فيها من الحديد أثر، لم يكن فيها أثر من الحديد إطلاقا. ثم بدأ يتساقط عليها الحديد من نواذج انفجار هذه المستعرات وفوق المستعرات بكميات كبيرة، دخلت في نطاق الجاذبية، جاذبية الكوكب الفضائي هذا، والحديد بكثافته العالية استقر في لب الأرض وانصهر بحرارة الاستقرار، بالإضافة إلى الحرارة التي أتى بها من الكون، بالإضافة إلى التفاعلات النووية في داخل الأرض. وحينما انصهر تمايزت الأرض إلى هذه النطق السبع التي قد تكون ما يقصد بالأرضين السبع في الإشارات الكثيرة للقرآن والحديث. لب صلب داخلي أغلبه الحديد، ثم لب خارج منصهر، ثم أربعة أوشحة متمايزة، ثم القشرة الأرضية. هذه الأراضين السبع كما أفهمها، وليست الأراضين السبع بكواكب سبع موجودة في صفحة السماء، لأن السماء بها من الخلق ما لا يستطيع الإنسان أن يحصيه، بلايين البلايين من الأجرام. ويعجب لماذا تكون هناك أراضين سبع فقط، ولكن الإشارات القرآنية والأحاديث النبوية الكثيرة تؤكد على أن الأراضين سبع كلها في هذه الأرض. يشير إلى ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ويؤكده أيضا قول الحق تبارك وتعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي متطابقة، يغلف الخارج منها الداخل. ويقول في آية أخرى: ومن الأرض مثلهن. فكما أن السماوات السبع متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، فكذلك الأراضين السبع متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. هذا الحديد الذي أرسل إلى الأرض من الفضاء لم يعرف به الإنسان إلا منذ سنوات قليلة. ويعجب قارئ القرآن أن يجد في سورة الحديد قول الحق تبارك وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقد قال كل المفسرين الأوائل أن أنزلنا بمعنى قدرنا، وهو صحيح. وما كان أحد يتخيل أنه إنزال فعلي مادي ملموس، أن حديد الأرض الذي يشكل أكثر من ثلث كتلة الأرض أتى كله من خارج الأرض، بل من خارج المجموعة الشمسية. هذه النطق كل نطاق منها يلعب دورا هاما للغاية، فلولا تمركز كتلة الأرض في لبها ما أمكن الأرض أن تجتذب غلافا غازيا، ولو لم يكن هناك غلاف غازي ما استقامت الحياة على سطح الأرض، ولما أمكن الأرض أن تجتذب غلافا مائيا، ولو لم يكن هناك غلاف مائي ما استقامت الحياة على الأرض. كل طبقة من هذه الطبقات تلعب دورا هاما للغاية في تهيئة الأرض لجعلها كوكبا مأهولا بالحياة. فلو كان رب الأرض سائلا لاستطاعت جاذبية القمر أن تحرك القشرة الأرضية إلى الخارج وإلى الداخل كما تحدث في أمواج المد والجزر في مياه البحار تماما، ولكن من حكمة الله أن لب الأرض صلب، ولولا هذا لكان الكتل الأرضية هذه تتحرك خروجا ودخولا بفعل جاذبية القمر تماما كما تحدث في المد والجزر عدة مرات في كل يوم، وبالتالي لا يمكن للحياة أن تستقيم. لو لم يكن اللب الخارجي للأرض سائلا ما تكون المجال المغناطيسي للأرض الذي يلعب دورا هاما في تهيئتها لاستقبال الحياة، وهكذا. لو لم يكن الطبقة العلوى من الوشاح شبه منصهرة لما تكونت السلاسل الجبلية، ولا أصبح سطح الأرض مسطحا في مستوى واحد، ما أمكن إطلاقا أن يتشكل سطح الأرض في جبال ومنخفضات وسهول ووديان وهضاب، وبالتالي لم تكن هناك بحار، ولم تكن هناك يابسة، ولم يكن هناك حياة. فهذه الطبقة تلعب دورا هائلا في تشكل الغلاف الصخري للأرض إلى مرتفعات ومنخفضات. ومن آيات الله في ذلك أن هذه المرتفعات والمنخفضات تتوازن تماما
بمعنى ان وزن العمود الصخري من مركز الارض الى سطحها لابد ان يكون متساويا في انصاف اقطار الارض، مهما كانت التضاريس السطحية اعلى قمة جبلية او اخفض منخفض على سطح الارض. فاعلى قمة نعرفها قمة ايفرست تبلغ حوالي 9 كيلومترات 8848 مترا فوق مستوى سطح البحر، واعمق منخفض هو منخفض ماريانوس عند جزر الفلبين ويبلغ اكثر قليلا من 11 كيلومتر. هذا الفارق بين 11 كيلومتر بالناقص و9 كيلومترات بالزائد 20 كيلومتر تقريبا يتوازن تماما بفضل هذا التقدير العظيم بجعل الغلاف بجعل الوشاح العلوي مادة منصهرة او شبه منصهرة لدينة قابلة للتحرك وللتشكل. قشرة الارض كما ذكرت منها الثروات الارضية ومنها غذاء النبات وغذاء الحيوان وغذاء الانسان، ومنها تكون التربة اللازمة لهذه الحياة، ومنها خيرات كثيرة يحتاجها الانسان في عمارته للارض. فكل طبقة من هذه الطبقات لها دور هام وخلقت بتقدير محكم دقيق ليس فيها شيء من العفوية ولا شيء من الصدفة. الأرض لها غلاف غازي، هذا الغلاف الغازي يتكون أغلبه من غازي النيتروجين والأكسجين، وإن كان به بعض نسب قليلة من ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء وبعض الغازات النادرة كريبتون والكزينون والنيون والأوزون وبعض الأتربة وبعض الجسيمات الصلبة. هذا الغلاف له دور أساسي في تهيئة هذه الأرض لاستقبال الحياة، لأنه بدونه كانت الشمس ترى قرصا أزرقا في صفحة سوداء، لأن الغلاف الغلاف الغازي للأرض بما فيه من جسيمات صلبة هو الذي يؤدي إلى تشتت الضوء ضوء الشمس فيصل إلينا بهذا البياض الساطع الذي نراه في وضح النهار. والذين يرتفعون فوق مستوى سطح البحر لمسافة 25 إلى 30 كيلومتر يروا السماء حالكة السواد ويروا الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء، والقرآن يتحدث عن ذلك، ولكن لا أريد أن أفصل يعني كثيرا، يعني آيات قرآنية تشير إلى ذلك في مواضع كثيرة، لكن أنا أريد أن أؤكد هنا على ضرورة هذا الغلاف الغازي لاستقامة الحياة على الأرض. هذا الغلاف الغازي تجذبه إلى الأرض جاذبية الأرض، ولذلك تتركز غالبية مادته في 30 كيلومتر السفلى منه، وإن كان يمتد هو إلى عدة آلاف عشرات الآلاف من الكيلومترات فوق سطح الأرض حتى يصل إلى الفضاء الكوني، ويقل الضغط فيه بالارتفاع بطريقة مستمرة، وينقسم أيضا إلى عدة نطق متمايزة كل نطاق منها له دور هام يلعبه. هذا الغلاف الغازي يحمي الأرض من أشعة الشمس الحارقة في النهار، ولا يسمح إلا بالقدر الكافي من هذه الأشعة ليصل إلى الأرض، كما يحميها من البرودة في الليل، فهو يرد إلى الأرض الحرارة المكتنزة من أشعة الشمس والمتكونة من فعل تحلل المواد المشعة. فالغلاف الغازي يحفظ للأرض درجة حرارة ملائمة للحياة، وبدون هذا الغلاف كنا نكون كالقمر. القمر ليس له غلاف غازي، فالوجه المواجه منه للشمس تصل درجة حرارته في الظهيرة إلى أكثر من 100 درجة مئوية، بينما تصل درجة حرارة النصف المظلم إلى ناقص 153 درجة مئوية، وكلا الدرجتين يقتل الحياة، لا تستطيع أن تتحمل ذلك على الإطلاق. فمن آيات الله في خلق الأرض أن جعل لها هذا الغلاف الغازي الذي يقيها من أمور كثيرة لا تستقيم معها الحياة. هذا الغلاف الغازي يحمي الأرض من ملايين الأطنان من بقايا الأجرام الكونية التي تدخل في نطاق الجاذبية الأرضية النيازك، وتدخل بآلاف الأطنان في كل سنة، وهي تحترق باحتكاكها بهذا الغلاف الغازي. إذا احترقت احتراقا كاملا كانت شهابا،
وإذا بقيت منها فضلة صلبة كانت نيزكا، وبعض هذه النيازك يصل الأرض بمئات الأطنان، كتل تصل مئات الأطنان. نيزك نزل في جوبة في السودان منذ سنوات، كان تبلغ كتله 90 طن، ولكم أن تتخيلوا كيف كان حجمه وهو يتحرك إلى الأرض، وكم احترق منه نتيجة احتكاكه بالغلاف الغازي للأرض. إذا علمنا أن بعض هذه النيازك تحترق احتراقا كاملا في الغلاف الغازي، فلا يبقى منها إلا تراب يهبط إلى الأرض بسلام. ولكم أن تتخيلوا لو لم يكن هذا الغلاف الغازي موجودا، كيف يمكن للحياة أن تستقيم؟ هذا الغلاف الغازي هو الذي تتحرك فيه الرياح، لأن له قدر من المرونة، يتحرك مع الضغط، تجري به الرياح فتحمل الدفء من خط الاستواء إلى المناطق الباردة، وتحمل البرودة من تلك المناطق إلى خط الاستواء، فتؤدي إلى اعتدال المناخ. هذا الغلاف الغازي به طبقات متميزة، كل طبقة تلعب دورا هاما في حماية الحياة على الأرض، وتقوم بوظيفة هامة لا تستقيم الحياة على الأرض بغيرها. فنجد أن الطبقة السفلى من الغلاف الغازي وتسمى بطبقة المناخ، ويبلغ سمكها في المتوسط من 6 إلى 18 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر. وضع فيها ربنا تبارك وتعالى خاصية ذاتية، فهي تتبرد باستمرار مع الارتفاع حتى تصل درجة الحرارة إلى نقص 40-50 درجة مئوية. ولولا هذا التبرد لنفد ماء الأرض بالكامل، لأن هذا التبرد يجعل بخار الماء الذي يتصاعد من أسطح البحار والمحيطات، وهو بكميات هائلة يبلغ 340 ألف كيلومتر مكعب في السنة، يتكثف فيعود إلى الأرض. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بالسماء ذات الرجع، يقسم ربنا بالسماء ذات الرجع التي لولاها ما عاد ماء الأرض إلى الأرض، لكن هذا الماء فقد منذ أول لحظة تبخر فيها. ومن الغريب أننا نجد فوق هذه الطبقة مباشرة طبقات ترتفع فيها درجة الحرارة بطريقة مستمرة. لو كان هذا هو صفة الطبقة الدنيا من الغلاف الغازي لفقدت الأرض ماءها بالكامل منذ اللحظة الأولى، وهو كمية هائلة. كمية ماء الأرض تبلغ 3.4 بليون كيلومتر مكعب، كان هذا يفقد بالكامل، وإذا فقد لا تستقيم الحياة. فوق هذا مباشرة نجد طبقة الأوزون، وهي عند ارتفاع من 25 إلى 30 كيلومتر، طبقة يتركز فيها أكسيد الأكسجين، وهذه الطبقة جعل لها ربنا تبارك وتعالى خاصية امتصاص الأشعة فوق البنفسجية، والتي ترد مع ضوء الشمس وحرارة الشمس، تمتص هذه الأشعة ولا تسمح إلا بنسب ضئيلة منها تصل إلى الأرض تحتاجها الحياة على سطح الأرض. وهذه الأشعة فوق البنفسجية لها قدرة حارقة، تحرق الحيوان والنبات والإنسان، تسبب كثير من سرطانات الجلد، تسبب كثير من أمراض العيون، انفصال الشبكية. فلولا هذه الطبقة، طبقة الأوزون، لا أحرقت هذه الأشعة فوق البنفسجية القادمة مع أشعة الشمس الكائنات الحية على سطح الأرض. يلي ذلك مباشرة الطبقة المتأينة، وهي طبقة مشحونة بالكهرباء، وهي الطبقة التي ترد إلينا موجات الاتصال الراديوي وموجات الاتصال التلفازي وغيرها موجات الاتصال. ولولا هذه الطبقة ما أمكن الاتصال على سطح الأرض إطلاقا، بالإضافة إلى أنها ترد عنا كميات هائلة من الجسيمات الكونية المتسارعة التي تتحرك في الفضاء الكوني بسرعات هائلة يمكن أن تدمر الحياة على سطح هذا الكوكب. يلي ذلك مباشرة حزام فان ألن، وهما حزامان هلالي الشكل يزيدان في السمك عند خط الاستواء ويرقان رقة شديدة عند القطبين. نرى من خلالهما ظاهرة رائعة تسمى ظاهرة الوهج القطبي، نظرا لرقة حزام فان ألن عند القطبين. تقوم هذه الجسيمات الكونية المتسارعة عندما ترتطم بالغلاف الغازي الأرض بإضاءة ظلمة الليل بوهج يفوق في شدته إضاءة الشمس في النهار. ووقفت كثيرا عند هذه الظاهرة، ظاهرة الوهج القطبي، وأنا أقرأ الآية الكريمة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل
وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عددا من السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قال قدامى المفسرين: آية الليل والنهار نيرهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس. فمفهوم الظاهر للآية أن الشمس والقمر كان مضيئان في الماضي، وكثير من المفسرين قالوا هذا الكلام، ربما كان القمر مضيئا متوهجا بذاته في القديم ثم انطفأت جذوته وبقيت جذوة الشمس، ولكن هذا الكلام غير صحيح، لأن كتلة القمر لا تسمح إطلاقا بأن يكون نجما، لا تسمح. والنجم لا يتحول إلى كوكب ولا يتحول إلى تابع، النجم له دورة حياة ينتهي بها إلى الانفجار والانتفار. فالحقيقة مفهوم الآية الكريمة أن الليل كان يضاء عند بدء الخلق إضاءة كاملة بهذا الوهج القطبي، لأن هذه الطبقات المتتالية لم تتكون في بدء خلق الأرض، أخذت مراحل متطاولة حتى تتكون حماية للحياة على سطح الأرض. فمن الثابت أن الغلاف الغازي لم يكن بتركيبه الحالي، بل إن هذا التركيب تغير على مدى فترات طويلة، وأنه موجود في نطق متتالية، وأن كل نطاق من هذه النطق له دور هائل في المحافظة على الحياة على سطح هذا الكوكب، وهذا من آيات الله في الخلق. الكوكب هذا الكوكب الأرضي له غلاف مائي يبلغ متوسط عمقه في البحار والمحيطات 4 كيلومترات، يزيد عن ذلك في بعض الأحيان في هذه الأعماق الشديدة مثل أعماق الفلبين يصل 11 كيلومتر، ولكن هو في المتوسط 4 كيلومترات. ويشبع هذا الغلاف المائي قشرة الأرض أيضا إلى عمق 2 إلى 3 كيلومترات، يتشبع القشرة الأرضية وصخورها بالمياه العذبة في أغلب الأحيان، وقد تكون مالحة في أحيان أخرى. وتوزيع المياه هذا أيضا آية من آيات الله في خلق الأرض. فالأرض هي الكوكب الوحيد المعروف لنا بغزارة كمية المياه فيه، ولذلك يسمونه بالكوكب الأزرق أو بالكوكب المائي. فلا نعرف كوكبا من كواكب المجموعة الشمسية فيه مثل هذه النسبة العالية من المياه. قد يكون هناك بعض بخار الماء أو بعض الثلوج في كواكب المجموعة الشمسية، لكن لا يوجد كوكب به هذا الكم الهائل من المياه. والمياه طبعا يعني سبب أساسي وأصل وضرورة لازمة للحياة. تقدر مياه الأرض كما ذكرت بحوالي 3.5 مليار كيلومتر مكعب، أغلبها في البحار، حوالي 97.5% من هذه المياه في البحار والمحيطات، و2.5% على اليابسة. غالبية المياه اليابسة هذه موجودة على هيئة مجالد في القطبين وعلى قمم الجبال، مخزون احتياطي يجعله ربنا تبارك وتعالى احتياطيا للحياة على الأرض. هذا المخزون المائي يبلغ حوالي 1.8% من ماء الأرض العذب، بينما لا يشكل المياه في الأنهار وفي البحيرات أكثر من 2%، وباقي الماء مخزون في صخور قشر الأرضية. ويمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بخزن هذا الماء، وما أنتم له بخازنين، لأن خزن هذا الماء يحتاج إلى غزارة في الأمطار تؤدي إلى تبريد هذه المنطقة، لأن درجة حرارة القشرة تزداد درجة مئوية كل 30 متر تقريبا. فلكي تشبع 2 كيلومتر أو 3 كيلومتر من الأرض بالمياه تحتاج إلى كمية هائلة من المياه لتبريد هذه المنطقة حتى تستطيع أن تستوعب مياه وتخزنها. الغالبية الساحقة من الماء على الأرض موجود على هيئة الجليد عند القطبين وفوق قمم الجبال، ثم يلي ذلك في الكثرة مباشرة المياه المخزونة في صخور الخشر الأرضية، وفي ذلك إشارة إلى ضرورة الاهتمام بهذه المياه تحت السطحية. تمثل المياه المخزونة في 800 متر العليا من صخور الخشر الأرضية 30 ضعف ما يجري في مياه الأنهار، كل أنهار العالم في أي وقت. ولذلك الصراع الشديد على المياه
والادعاء بأن هناك حرب للمياه واقتتال على المياه، مياه الأنهار، يمكن أن يحل إذا اهتم الناس بهذا الكم الهائل من المياه تحت السطحية واستخرجوها، أو بتحلية مياه البحار وهي كمية هائلة. هذا التوازن الدقيق تحكمه دورة تسمى بدورة المياه على الأرض. نلاحظ أن البخر من أسطح البحار والمحيطات يفوق سقوط الأمطار عليها، وأن البخر من أسطح اليابسة يقل كثيرا عما يسقط عليها من أمطار. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن لو كان البخر من اليابسة يفوق سقوط الأمطار لجفت الأرض ومات الزرع ومات الناس ومات الحيوان. ولكن هذه آية من آيات الله في الخلق، حكمة بالغة، أن البخر من أسطح البحار والمحيطات يفوق ما يسقط عليها من مياه، وأن البخر من أسطح اليابسة يقل عما يسقط على اليابسة من مياه، والفارق هنا يفيض هنا تماما. ثم يبقى هذا المخزون من الجليد على القطبين وعند قمم الجبال وسيلة ضابطة. حينما ينصهر هذا الجليد، ولا يحتاج ذلك إلى أكثر من 5 درجات مئوية، يرتفع منسوب المياه في البحار والمحيطات إلى 100 متر. ونحن نعلم أن الغالبية الساحقة من سكان الأرض تسكن في السهول الساحلية، يعني يقدر العلماء أن أكثر من نصف سكان الأرض يسكنون على مسافة لا تزيد عن 100 كيلومتر من السواحل. فإذا ارتفع منسوب المياه والبحار والمحيطات إلى 100 متر، يمكن أن يغرق ذلك أغلب صور الحضارة المعاصرة. لذلك نرى أن هذه الكمية من المياه منضبطة انضباطا دقيقا، وليس صهر هذه المياه بالأمر البعيد. ففي تاريخ الأرض فترات غمرت مياه البحار والمحيطات مساحات شاسعة من اليابسة تفوق بكثير المساحات المغمورة الآن. وفي شبه الجزيرة العربية على سبيل المثال، يعني وصلت مياه البحار إلى تبوك وإلى غرب الرياض، إلى مراه، إلى الدوادمي، وصلت مياه البحار في عصور جيولوجية سابقة. والسبب في ذلك هو انصهار الجليد عند القطبين، فتكون الجليد يخفض منسوب المياه في البحار والمحيطات ويكشف مساحات من اليابسة، وانصهار الجليد يرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات ويؤدي إلى غمر مساحات كبيرة من اليابسة. هذا بالنسبة للتركيب العام لكوكب الأرض. ونرى الضوابط الدقيقة والحكمة البالغة والآيات الباهرة في كل أمر من أمور هذا الكوكب ككل. ثم إذا عدنا إلى الغلاف الصخري الذي نحيا عليه، هذا الغلاف الصخري ممزق بشبكة هائلة من الصدوع تبلغ مئات الآلاف من الكيلومترات طولا وعرضا، ولولا هذه الصدوع لانفجرت الأرض كقنبلة نووية هائلة منذ زمن بعيد، لأن التفاعلات النووية تحت هذه القشرة تفوق في حدتها أي محاولات تفجير نووي قام به الإنسان لبلايين المرات. ولذلك نجد أن هذه القشرة متصدعة بهذه الشبكة الهائلة من الصدوع التي يصل عمقها إلى عمق 70 إلى 150 كيلومتر، يخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل حتى تصبح هذه صمامات أمن تنفس هذه الحرارة الهائلة على هيئة الفورانات البركانية. ويعجب الإنسان من لفتة قرآنية كريمة إلى هذه الحقيقة الكونية حينما يقول الحق تبارك وتعالى: والأرض ذات الصدع. وقد قال الأقدمون في تفسيرها: هو انصداعها عن النبات، وهو صحيح. نضع البذرة في التربة ونرويها فنرى نبتة طرية ندية تخترق هذه التربة وتصبح شجرة باسقة أو زهرة يانعة أو ثمرة جميلة. لكن حينما يتخيل الإنسان أن جذور النباتات لا تتعدى أحيانا بضعة أمتار، حينما نرى صدوعا تخترق الغلاف الصخري الأرض إلى 150 كيلومتر، يرى في ذلك تأكيدا على هذا المعنى القرآني أكثر من انبثاق الأرض عن النبات أو انصداع الأرض عن النبات. والأرض ذات الصدع أصبح من الحقائق الكونية الثابتة أن أرضنا ذات صدوع، ولولا هذه الصدوع لانفجرت كقنبلة نووية هائلة. هذه الصدوع تمزق الغلاف الصخري للأرض إلى كتل كبيرة تبلغ بلايين الأطنان،
لأنها بسمك 100 كيلومتر في المتوسط، 70 إلى 150 كيلومتر. هذه الكتل تفوق في مساحتها القارات، وهي تطفو فوق مادة لزجة منصهرة عالية الكثافة، مع دوران الأرض حول محورها كان يؤدي إلى تحرك هذه الكتل حركة سريعة للغاية لا تسمح باستقامة الحياة عليها على الإطلاق. ولذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بإرساء الأرض بالجبال. وهنا أود أن أؤكد على أن بعضا من علمائنا الأفاضل حينما نظر في هذه الآيات، هي آيات إرساء الأرض بالجبال، نفى دوران الأرض ونفى حركة الأرض، وهذا غير صحيح، لأن المقصود بالأرض هنا ليست الكوكب ككل، لأن كل كواكب السماء، كل أجرام السماء تتحرك بسرعات هائلة للغاية، قد تصل أحيانا إلى سرعة الضوء أو إلى ما يقترب من سرعة الضوء، 300 ألف كيلومتر في الثانية. ولكن المقصود بالتثبيت هنا هو ذلك الغلاف الصخري الذي نحي عليه. هذا الغلاف الصخري مع دوران الأرض حول محورها ومع انزلاقه فوق مادة لزجة شبه منصهرة لدينة عالية الكثافة، كان يتحرك بسرعة هائلة للغاية لا تسمح بتجمع تربة ولا بخروج نبتة ولا ببناء عشة ولا برصف طريق ولا باستقامة الحياة على الإطلاق. ولذلك يكون هذا المن الإلهي في آيات كثيرة بإرساء الأرض بالجبال، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. والمقصود بأرساها هنا أرسى قشرة الأرض التي يحيى عليها الإنسان، أرسى هذه القارات. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث صحيح يقول فيه: عندما خلق الله الأرض جعل التميم فأرساها بالجبال. ويعجب الإنسان، من الذي علم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك لولا أنه موصول بالوحي معلم من قبل خالق السماوات والأرض؟ ويعجب الإنسان، ما الذي كان يضطر أن يخوض في مثل هذه القضايا لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيأتي عليه زمان يكتشف هذه الحقيقة الكونية فيشهد بأن القرآن كلام الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم أنبيائه ورسوله؟ القرآن الكريم يصف لنا ذلك في آيات كثيرة يمن علينا فيها الحق تبارك وتعالى بإرساء الأرض بالجبال. ويعجب الإنسان، كيف يمكن للجبال بكتلتها البسيطة أن ترسي هذه الكتل الكبيرة؟ فحينما تتحرك هذه الكتل متباعدة عن بعضها تصطدم بالبعض الآخر في جهة أخرى، وهذا الصدام يؤدي إلى هبوط قيعان البحار والمحيطات تحت القارات فتنصهر وتكون جيب عميق تجمع فيه كميات هائلة من الصخور الرسوبية، وهذه الصهارة تساعد على النشاط البركاني والمتداخلات النارية، وهنا في هذا الجيب العميق تتكون السلاسل الجبلية فتؤدي إلى ربط هذين اللوحين القارة بقاع المحيط ربطا محكما دقيقا يوقف هذه الحركة ويؤدي إلى استقامة الحياة على سطح اليابسة. ولذلك نجد أن غالبية القارات لها سلاسل جبلية عند أطرافها، إما تمتد من الشمال للجنوب كالأمريكتين أو من الشرق إلى الغرب كأوروبا وآسيا وأفريقيا، سلاسل جبلية تضبط هذه الكتل الصخرية الهائلة في مادة قيعان البحار والمحيطات فتؤدي إلى إرسائها. ولولا ذلك ما استطاع إنسان ولا حيوان ولا نبات أن يستقر على سطح الأرض على الإطلاق. ومن الغريب أن العلم يؤكد على أن هذه الحركة، حركة الألواح الأرضية، كانت في الماضي أسرع بكثير من حركتها الحالية، وأنها تتباطأ باستمرار لكي تسمح للحياة بالازدهار وتسمح للإنسان بالاستقرار. ربنا تبارك وتعالى يصف الجبال في القرآن الكريم بأنها أوتاد، وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر على السطح ووظيفته التثبيت، فأثبت العلم الحديث، أثبت علوم الأرض، أن هكذا الجبال أغلبها مدفون في الأرض يقوم بعملية ربط الألواح الأرضية ببعضها بعض، وأقلها ظاهر على السطح له وظيفة أخرى يقوم بها من أبرزها إسقاط المطر واستقرار الأرض أيضا ككوكب ككل، ومنها أيضا وظيفة التثبيت الهائلة لهذه الألواح. فالقرآن الكريم بكلمة واحدة عبر عن الشكل الخارجي للجبال والشكل الداخلي لها
ووظيفتها. فقمة مثل قمة إيفرست حوالي 9 كيلومترات على سطح الأرض، لها وتد يمتد إلى 145 كيلومترا. يخترق غلاف الصخري للأرض بالكامل فيطفو في هذه المادة اللزجة شبه المنصهرة، تحكمه في ذلك قوانين الطف، وكلما أكلت عوامل التعرية من قمته ارتفع إلى أعلى، كلما تأكل عوامل التعرية من قمة الجبل يرتفع إلى أعلى بالطف، تماما كجبل الجليد الذي يطفو في مياه البحار والمحيطات، حتى يصل سمك هذا الوتد سمك الغلاف الصخري للأرض فيموت الجبل ويتوقف عن الحركة، وتبدأ عوامل التعرية تكشف أوتاد هذه الجبال، وفيها من الثروات الأرضية ومن الخيرات ما لا يمكن أن يتكون إلا تحت مثل هذه الظروف العالية من الضغوط والحرارة. هذه الصدوع التي تمزق الغلاف الصخري للأرض من رحمة الله أن ينتشر أغلبها في قيعان البحار والمحيطات، وهذه الصدوع يندفع منها الحمم البركاني في درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية، فتؤدي إلى إزاحة قيعان البحار والمحيطات يمينا ويسارا في ظاهرة تسمى بظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات. هذه الظاهرة تؤكد لنا أن هناك من البحار التي تمارس عملية الاتساع ما يتأجج قاعه نارا. ويعجب الإنسان حينما يقرأ في سورة الطور قول الحق تبارك وتعالى والبحر المسجور، يقسم ربنا تبارك وتعالى بالبحر المسجور، والمسجور في اللغة يعني المتقد نارا، أسجر التنور أوقد عليه حتى أحماه، فالمسجور يعني المشتعل نارا. وتعجب الناس، هل يمكن أن يكون هذا في الآخرة استنادا للآية الكريمة التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت؟ ولكن السياق القرآني في سورة الطور كله في الحياة الراهنة، فتعجبوا كيف يمكن للماء والنار أن يجتمعا في مكان واحد وهما من الأضداد، الماء يطفئ النار والنار تبخر الماء، كيف يمكن لذلك أن يجتمع في مكان واحد؟ فقالوا لابد أن هناك معنى آخر لمعنى سجرة، فبدأوا يبحثون في القواميس اللغة فوجدوا أن معاني سجرة ملأ وكف، فقالوا البحر المسجور يعني المملوء بالماء المكفوف عن اليابسة، وهو معنى صحيح. لكن حينما غاص العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بعد الحرب العالمية الثانية بحثا عن الثروات الأرضية، فوجئوا بأن هناك من البحار ما تتقد قيعانها نارا، وأن هناك من الثورات البركانية فوق قيعان البحار ما يفوق في حدته أي ثوران بركاني على سطح اليابسة. ويعجب الإنسان، من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك وهو الذي لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، لو لم يكن موصولا بالوحي معلما من قبل السماء. واستعار قيعان البحار والمحيطات واشتعالها بالنار آية من آيات الله، لأن كما ذكرت الماء والنار من الأضداد لا يجتمعان في مكان واحد، ولكنهما يجتمعان بقدرة الله في قيعان البحار والمحيطات التي تتسع. وليست كل البحار والمحيطات تتسع، فهناك بحار تنغلق، يعني البحر الأحمر يتسع، البحر الأبيض المتوسط ينغلق، ولذلك قاع البحر الأحمر مستعر نارا، وقاع البحر الأبيض المتوسط بارد للغاية. كانت هناك مشروع لاستغلال ثروات البحر الأحمر، سافر فيه بعض الإخوة من القسم في الجامعة هنا، وكانوا يقول أن الكباش اللي كان يهبط إلى قاع البحر الأحمر ليأتي بعينة من قاعه من الطين وفيه ثروات كثيرة، الذهب والفضة والنحاس والرصاص والقصدير وغيرها، يأتي الكباش بالعينة إلى سطح الباخرة ويمر في سمك من الماء يفوق 3000 متر، وبعد أن يصل إلى السطح لا يستطيع أحد أن يقربه من شدة حرارته، من شدة حرارته. فهناك بحار حقيقة قيعانها مسجرة. هذه البحار تتسع فتتلاشى المادة عند حواف القارات، وتتكون السلاسل الجبلية، تتكون الهزات الأرضية، تتكون الثورات البركانية. ونحن نعلم أن الهزات الأرضية والثورات البركانية من جند الله التي يسخرها عقابا لمن يشاء من عباده الضالين، وابتلاء لمن يشاء من عباده الصالحين، ولكنهما أيضا من عوامل الأرض اللازمة لاستقرار الحياة على سطحها. فالثورات البركانية تثري الغلاف الصخري للأرض بثروات معدنية هائلة يحتاجها الإنسان، والهزات الأرضية تمتص كثير من الحرارة الناتجة عن التفاعلات النووية تحت القشرة الأرضية، ولذلك فهما لازمتان
من لوازم الحياة على الأرض، وإن كانتها من جند الله التي يسخرها يعني ضد من يشاء أو ابتلاء لمن يشاء. هناك آيات أخرى كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يتوقف دون ذكرها، فأذكر لكم على سبيل المثال للحصر بعض هذه الآيات، ولا أريد أن أطيل عليكم كثيرا. فنحن نعلم أن هناك دورات على سطح الأرض، لم تكن كل محيطات الأرض محيطات، ولم تكن كل قارات الأرض قارات، ولكن هناك تبادل بطريقة مستمرة، يتحول المحيط إلى قارة وتتحول القارة إلى محيط في دورات ثابتة محددة. فشبه الجزيرة العربية والقارة الأفريقية كانتا كتلة أرضية واحدة، البحر الأحمر ظاهرة حديثة جيولوجيا لا يتعدى عمرها 20 مليون سنة. انفلاق البحر الأحمر أدى إلى اندفاع مياه المحيط الهندي بين هاتين الكتلتين الأرضيتين، ويتسع البحر الأحمر بمعدل 3 سنتيمترات سنويا، وهناك من البحار ما يتسع بمعدل 18 سنتيمتر في السنة. هذا الاتساع سيؤدي في النهاية إذا شاء الله واستمرت الحياة أن يتحول البحر الأحمر إلى محيط، وأن تتسع المسافة بين شبه الجزيرة العربية والقارة الأفريقية. في الماضي بدأت الأرض بمحيط غامر، لم يكن هناك قارات ولا مادة يابسة، محيط غامر تصدع قاعه بشبكة، هذه الشبكة الهائلة من الصدوع، وبدأت الثورات البركانية تبني مرتفعات ضخمة فوق قيعان البحار والمحيطات، كانت قممها تشكل الجزر البركانية شبيهة بجزر الفلبين، جزر هاواي، جزر اندونيسيا، جزر ماليزيا أو شبه جزيرة ماليزيا، جزر بركانية تندفع من قاع المحيط إلى أعلى. هذه الجزر تصطدم مع بعضها البعض نتيجة لحركة الألواح، فتكون من اصطدامها القارات، وبدأت الأرض بقارة واحدة يسمونها القارة الأم، ثم بدأت هذه القارة تتفتت إلى القارات التي نعرفها الآن. عملية عجيبة، دورات منضبطة محكمة حتى لا يكون هناك استمرارية لأمر من أمور هذا الكون إلا لله سبحانه وتعالى. هناك دورات أخرى، دورة الصخور، تبدأ الصخور من الحمم البركاني ثم يتعرض لعوامل التعرية فيتفتت ويتحول إلى رسوبيات، تنضغط هذه الرسوبيات فيتكون منها صخور رسوبية، وفيها من الخيرات ما لا يستطيع الإنسان أن يعده لنفسه، البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، الفوسفات، الجبس، الأملاح، كميات هائلة في دورة منضبطة. قد تتحول هذه الصخور وتنصهر مرة أخرى، تحول إلى صخور متحولة ثم تنصهر، تحول إلى صخور نارية، دورة كاملة تتم بانضباط وإحكام شديد. هناك ساعات كونية وضعها ربنا تبارك وتعالى في صخور القشرة الأرضية هداية للإنسان، بلورات العناصر المشعة كاليورانيوم، الثوريوم، بروتو أكتينيوم، الراديوم، عناصر البوتاسيوم، السترونشيوم، الروبيديوم، عناصر لها طبيعة الإشعاع الذاتي تتحلل تلقائيا بمعدلات ثابتة منضبطة مهما كانت ظروف المحيطة بها من ضغط أو حرارة أو نشاط كيميائي أو خمول كيميائي. ساعات كونية وضعها لنا ربنا تبارك وتعالى في صخور القشرة الأرضية، هذه الساعات الكونية يستخدمها الإنسان بدقة بالغة في تحديد أعمار الصخور وفي تحديد أعمار الأحداث الأرضية الكبرى التي حدثت في تاريخ هذه الأرض. هناك من الأمور العجيبة أن خطوط النمو في أجساد الكائنات، في العمود الفقري للحيوانات ذات الفقار، في الأصداف للكائنات ذات الأصداف، الحلقات السنوية في جذوع النباتات وفي فروعها يسجل فيها بدقة بالغة أحداث الأرض. كان الناس يتصورون في الماضي أن هذه الحلقات في جذوع النباتات التي سموها بالحلقات السنوية أنها تعبر عن السنين فقط، مع تطور وسائل التكبير لاحظ العلماء فيها الفصول، الربيع والصيف والخريف والشتاء، ثم الشهور، الشهور القمرية كاملة، ثم الأسابيع، دورة القمر،
الميلاد القمر والتربيع الأول والبدر والتربيع الثاني والمحاق، مسجلة بدقة بالغة، ثم الأيام. وقد أدرك العلماء من هذه الدراسة الشيقة الأيام مسجلة في أصداف الحيوانات وفي الهياكل العظمية للحيوانات وفي جذوع النباتات وفي فروعها، فبدأوا يدرسون كم كان عدد الأيام في الأزمنة السابقة. فأدرك العلماء أن هناك تباطؤ في سرعة دوران الأرض حول محورها مع الزمن، وأن السرعة هذه كانت في القديم أعلى بكثير مما هي عليه الآن. وهذا التباطؤ من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن لولا هذا التباطؤ ما استقامت الحياة على سطح الأرض. أدرك العلماء أن في الأزمنة القديمة كان عدد الأيام في السنة أكبر بكثير من الآن. العصر الكامبري مثلا كان عدد الأيام في السنة 450 يوم في السنة. عند بدء الخلق تأكد لنا بأدلة علمية قاطعة أن طول الليل والنهار معا كان لا يزيد عن 4 ساعات، وأن هذا التباطؤ سببه عملية المد والجزر، وأن هذا المد والجزر سيؤدي باستمرار إلى تباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها، مما يسبب في لحظة معينة أن يختلف اتجاه دوران الأرض، بدلا من ما تدور الآن من الغرب إلى الشرق فتشرق الشمس من الشرق وتغرب في الغرب، ستدور من الشرق إلى الغرب فتشرق الشمس من الغرب وتغرب في الشرق، تصديقا لنبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي على الأرض زمان تشرق الشمس من مغربها، وهو من علامات الكبرى للساعة. هذا يؤكد الآن في صخور القشرة الأرضية بأدلة علمية لا تقبل الشك، لا تقبل النقد، بدقة بالغة. من الذي سجل كل ذلك في صخور القشرة الأرضية، في هياكل الكائنات وفي أصداف الحيوانات وفي الهياكل العظمية للحيوانات وفي جذوع النباتات وفي فروعها؟ من الأدلة الرائعة، الآيات الربانية الرائعة في الأرض، أن الكائنات الحية تتكون أجسادها من لبنات ثابتة تسمى الأحماض الأمينية، وأن هذه الأحماض الأمينية لها ترتيب يميني أو يساري، ترتب الذرات في الجزيء ترتيبا يمينيا أو ترتيبا يساريا. وفي أجساد كل الكائنات الحية تترتب هذه الذرات ترتيبا يساريا، فإذا مات الكائن الحي عاودت الترتيب إلى الترتيب اليميني بنسب ثابتة يستطيع الإنسان أن يستخدمها في تحديد منذ متى مات هذا الكائن الذي كان حيا. ويوجد ذلك الأحماض الأمينية في أجساد الكائنات البالية، في عظامها، في هياكلها، في جذوع النباتات، ويستخدم ذلك بدقة بالغة ويعجبون. بعد أن مات الكائن الحي وتوقفت حياته، ما الذي يجعل هذه الجزيئات تعيد الترتيب من الترتيب اليساري إلى الترتيب اليميني؟ ويسمى ذلك بعملية إعادة ترتيب الأحماض الأمينية. نلاحظ أن قطب الأرض، القطبين المناطيسيين للأرض، يتحركان بطريقة مستمرة. الأرض لها قطبين حقيقيين أو جغرافيين، اللي هو اتجاه الشمال جنوب، وهو عمودي على اتجاه شروق الشمس وغروبها، وهناك قطبين مغناطيسيين. ونجد باستمرار أن هناك زاوية تسمى زاوية الانحراف المغناطيسي، الزاوية بين القطب الحقيقي للأرض أو الجغرافي للأرض والقطب المغناطيسي. القطب المغناطيسي تحدده البوصلة، والقطب الجغرافي يحدده اتجاه شروق الشمس وغروبها. من الغريب أن خط غرينتش يبلغ زاوية الانحراف المغناطيسي عنده أكثر من 23 درجة، بينما هذا الانحراف عند خط طول مكة 0. هنا في الظهران عبارة عن جزء من الدرجة. يعجب الإنسان، لماذا؟ لا يستطيع الإنسان أن يفسر، ولكنها آية من آيات الله في الأرض. نشرت منذ فترة، سأتحدث الآن عن تحرك القطبين، لكن نشر منذ فترة خارطة في مجلة أمريكية عن درجات الحرارة تحت القشرة الأرضية، وبدون قصد منهم ظهر في الخارطة أن أعلى درجات حرارة تحت القشرة الأرضية تحت الحجاز، ولا يوجد تفسير علمي لذلك، ولكنها آية من آيات الله. يتحرك القطبان المغناطيسيان للأرض بطريقة مستمرة حتى ينقلب، ينعكس، يصبح الشمالي جنوبي وجنوبي شمالي، ويؤثر ذلك تأثيرا بالغا على الكائنات على سطح الأرض. لماذا ينقلب؟ لا يستطيع الإنسان أن يقول، هي أحداث كونية كبرى لا يستطيع الإنسان أن يدركها. ولكن هذا التحرك
يجعل المناطق المناخية تتبادل. فمن الثابت أن منطقة الجزيرة العربية ومنطقة صحراوية قاحلة تقع في قلب الحزام الصحراوي العظيم، غزاها الجليد في عصرين قديمين سابقين، صحيح منذ ملايين السنين، لكن في دورتين مختلفتين جاء الجليد مرة من الشمال وصل إلى القصيم، وجاء مرة من الجنوب ووصل إلى جبال الوجيد وإلى جبل عمان. تغير في المناخ بطريقة مستمرة. نرى آيات كثيرة جدا في هذه الأرض، ومن أبرزها كما أشرت أن هذه الأرض كانت هي والسماء كتلة واحدة. فالعلماء يرون حينما نظروا في صفحة السماء رأوا المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات هائلة، وقالوا أن هذا التباعد إذا عدنا به إلى الوراء مع الزمن لابد من التقاء مادة الكون في جرم واحد. هذا الجرم لا يمكن رياضيا أن يكون أكبر من الشمس 100 مرة. إذا جمعنا مادة هذا الكون المنظور وكمية هائلة في جرم واحد، هذا الكون الذي يتكون من مجموعات شمسية كمجموعتنا تنتظمها المجرات وهي تجمعات هائلة، مجرتنا سكة تبانة بها 400,000,000,000 نجم كشمسنا. وقد أحصى العلماء من أمثال هذه المجرة، مجرات أكبر كثيرا أو أصغر قليلا أو مساوية لها في الحجم، أكثر من 100,000,000,000 مجرة، وأن في هذا الزخم الهائل للكون المدرك الذي يبلغ قطره 36,000,000,000 سنة ضوئية، والسنة الضوئية 9.5 مليون كيلومترا، إذا جمعنا مادة هذا الكون المنظور في جرم لا يتعدى 100 مرة حجم الشمس تصل فيه الكثافة إلى ما يعرف بالكثافة النووية، وهي كثافة عالية للغاية تبلغ كتلة سنتيمتر مكعب 250 بليون طن. هذا الجرم الابتدائي كان في حالة من عدم الاستقرار فانفجر وتحول إلى غلالة من الدخان. هذه الغلالة من الدخان شاءت الإرادة الإلهية أن تنقسم إلى دوامات بكتل محددة منضبطة لكي تلعب كل كتلة دورا هاما في بناء هذا الكون المنظور. النجم نجم والشمس والتابع الكوكب كوكب والتابع تابع والنجوم بمراحلها المختلفة والسدم والنيازك والثقوب السوداء شبيهات النجوم النابضات. خلق هذا الكون بقدر الله بتقدير أحجام مختلفة للمادة في داخل هذه الدوامات. بدأت هذه الدوامات تتكثف، تكونت منها هذه الأجرام السماوية كلها. ويعجب الإنسان إلى إشارة إلى شيء من ذلك في سياق القرآن الكريم الذي نزل في الأصل كتاب هداية، حينما يقول حق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. والرتق عكس الفتق، الرتق هو الجمع واللم والتكديس، والفتق هو الانفجار والانتشار والانتثار. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين. وهذه الطاعة هو التقدير الإلهي لكم المادة في هذه الكتل التي انفصلت من الغلالة الدخانية، لأن علماء الطبيعة الفلكية يقولون أن الذي يتحكم في سلوك الجرم السماوي هو الكتلة، ونحن كمسلمين نقول الذي يتحكم هو تقدير الله الذي يحدد هذه الكتلة. يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة مشيرا إلى نهاية هذا الكون أنه سيعود كما بدأ، تلتم مادة هذا الكون المنظور في جرم ابتدائي واحد ثم ينفجر مرة أخرى فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات غير السماوات. يقول الحق تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويقول رب العزة والجلال: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه أيها الأحباب بعض الآيات التي يمكن أن يستشفها الناظر في هذه الأرض بعين متجردة، بعين بصيرة، بعين موقنة بأن الأرض التي نحيا عليها وما فيها من كائنات وما فيها من معادن وما فيها من خيرات خلقت بقدر الله، خلقت بإرادة الله، لها في الأصل بداية ولا بد أن ستكون لها في يوم من الأيام نهاية. إذا نظر الإنسان في الأرض بعين الاعتبار هذه فإن هذا النظر يزيده فهما ويزيده يقينا ويزيده إيمانا. أسأل الله تعالى في هذا الجمع الكريم وفي هذه الليلة المباركة
أن يجعلنا ممن ينظرون إلى هذا الكون بعين الاعتبار وبعين البصيرة وبعين اليقين، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندي بعض شرائح قليلة بدي أعرضها بسرعة سريعة، يعني لا يزيد عن 10 شرائح إذا كان وقتكم يسمح بذلك. أيوه بارك الله فيك. هذه هي الأرض، هذا قطاع في الأرض، هذا اللب الصلب الداخلي الذي يغلب على تكوينه الحديد، وهذا اللب السائل الذي يقوم بدور هائل في يعني تكوين المجال المغناطيسي للأرض، ثم الوشاح ويتكون من 4 نطق متمايزة، ثم الغلاف الصخري للأرض الخارجي أو النطاق الصخري للأرض. وكما ترون النطاق الصخري للأرض يعني رقيق للغاية، يعني 100 كيلومتر على 6400 كيلومتر، يعني تبلغ نسبته إلى الأرض نسبة ضئيلة للغاية. وطبعا نمر فوق طبقة الشبه المنصهرة التي تتكون منها الفورات البركانية. هذا يعني قطاع في داخل الأرض يؤكد على أن هذه الطبقات المتتالية تكونت بحكمة بالغة، وكل منها يلعب دور هام في استقامة الحياة على سطح الأرض. اللي بعده، هذا وضع الأرض من الشمس، الأرض ثالث الكواكب التي تدور حول الشمس. تبعد عن الشمس 150 مليون كيلومترا، ولولا يعني هذه المسافة المنضبطة لكانت درجة الحرارة على سطح الأرض يعني مذهلة للغاية، لا تستقيم مع الحياة على سطح الأرض على الإطلاق. فالكواكب الداخلة عطارد والزهرة درجات الحرارة على سطحها يصل إلى بضعة مئات من درجات الحرارة المئوية، ولولا الغلاف الغازي للأرض يعني مع هذه المسافة الهائلة 150 مليون كيلومتر، يعني لولا الغلاف الغازي لكانت كمية الأشعة الساقطة على الأرض كافية لإحراق الحياة. اللي بعد، هذه هي التيارات التي تحدث في وشاح الأرض أو في الطبقة المنصهرة بالذات، فتؤدي إلى تحرك الألواح الصخرية، يعني تعطي الطاقة هذه ناتجة عن تحلل المواد المشعة، وتؤدي إلى تحرك الألواح الصخرية وإلى تكون الفورات البركانية. وعن طريق هذه الفورات البركانية تكون الغلاف الغازي والغلاف المائي للأرض، ونقرأ ذلك في قول الحق تبارك وتعالى: والأرض بعد ذلك دحاها. فحينما سئل ابن عباس رضي الله تبارك عنهما ما معنى دحاها، قال: فسرها ما جاء بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها. فكل ماء الأرض أصله من فوات البراكين من داخل الأرض، والغالبية الساحقة من الغازات المنبثقة من فوات البراكين الآن 70% أو يزيد بخار ماء. ويقصد بالمرعى هنا ثاني أكسيد الكربون الذي يحتاجه النبات في بناء اليخضور وبقيام عملية تمثيل الضوء. اللي بعده، هذه الجبال نرى كيف أنها تكون أو تغوص في مادة منصهرة أو شبه منصهرة لدينا، وأن ارتفاع الجبال على سطح اليابسة لا يقارن بامتداداتها الصخرية، وأن هذه الأوتاد أو الجذور تقوم بالطفو في هذه المادة شبه المنصهرة، تحكمها بذلك قوانين الطف. كلما أكلت عوامل التعرية من القمة تتحرك الصهارة فترفع هذه الجبال إلى أعلى، وتظل هذه العملية مستمرة حتى يتساوى سمك الجبل مع سمك الغلاف الصخري بالكامل، فيموت الجبل ويتلاشى بالكامل. اللي بعده، هذه بعض البراكين التي تورينا قيمة هذه الطبقة اللذنة، الطبقة شبه المنصهرة هي التي نتيجة للتفاعلات النووية فيها تنصهر فيزداد حجمها، فتؤدي إلى الانفجار أو تصدع الأرض وانبثاق البراكين بهذه الصورة. تنبثق من تحت قيعان البحار والمحيطات، وقممها تكون الجزر البركانية كما نرى في هذه الصورة. البعض، مع تكون هذا النشاط البركاني سواء على اليابسة أو تحت الماء، تتكون أيضا متداخلات نارية، يعني متداخلات نارية وهذه تكون قلب الجبل، يعني تكون القاعدة الأساسية التي تكون منها السلسلة الجبلية. لبعض، هذا يمثل كمية الشمس، أشعة الشمس التي تصل إلى الأرض، وهي كمية أيضا منضبطة للغاية، لا أريد أن أفصل هذا، ولكن كمية منضبطة، يعني الميزانية العامة للأرض من حرارة الشمس في غاية الانضباط، يعني حينما تصل أشعة الشمس ينعكس بعضها على السحب ويمتص بعضها في الأبخرة الموجودة في الغلاف الغازي، ويرتد بعضها إلى الخارج بفعل طبقات معينة،
ولا يصل إلى الأرض إلا القدر الكافي الذي يسمح لاستقامة الحياة على سطح الأرض. وهذا القدر حينما ينعكس في الليل ترده، يرد الغلاف صخر الأرض، وحينما ينعكس حرارة التفاعل النووي أيضا ترد إلى, 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 إلى الأرض من جديد. وهذا إحدى وظائف الغلاف الغازي للأرض. اللي بعد، هذا الغلاف الغازي مع الزمن، الغلاف الغازي لم يكن تركيبه دائما التركيب الذي نراه الآن، ولكنه تباين، كان في القديم يشبه الغلاف الغازي للمريخ أو لبعض الكواكب الخارجة الأخرى، غني جدا بالميثين وبالأحماض المختلفة والكربون، أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون بكميات أعلى بكثير. ولكن من حكمة الله في الخلق أن النباتات كانت سابقة في وجودها على الحيوانات، والنباتات لعبت دورا أساسيا في امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإطلاق الأكسجين، فهيأت الأرض لاستقبال الكائنات الأرضية التي تحتاج إلى الأكسجين وفي نهايتها الإنسان. فكان الغلاف الغازي في القديم فقيرا جدا في الأكسجين، والنباتات ساعدت على إطلاق كميات هائلة من الأكسجين، وامتصت كميات كبيرة من النيتروجين ومن ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون حتى تهيئ هذا الغلاف الغازي لاستقبال هذا المخلوق المكرم معروف بالإنسان. ولكن للأسف الشديد ربما يؤدي إفساد الإنسان إلى الإضرار بهذا الاستقرار، يعني هذا الانتظام الدقيق، لأن من آيات الله في الخلق الآن أيضا أننا نجد أنه إذا تركت الأمور تجري بالسنن الكونية، السنن الإلهية التي وضعها الله للكون، تضبط نفسها بنفسها. إذا زاد نسبة ثاني أكسيد الكربون بفعل الثورات البركانية الكثيرة، نجد يمتص هذا في مياه البحار ويترسب على هيئة صخور جيرية. إذا قل تذوب هذه الصخور وتطلق ثاني أكسيد الكربون، وهكذا. فهناك ضوابط ربانية تحكم، ولكن إفساد الإنسان في الكون أدى إلى الإخلال بهذا النظام. فمعروف أنه منذ مطلع هذا القرن مثلا تضاعفت نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الغازي 100 ضعف، من 3% إلى 3%، والازدياد طبعا في إطلاق الغازات هذه من فوات البراكين، من فوات المصانع، مداخن المصانع، وعن طريق الطائرات وعن طريق وسائل الاتصال المختلفة، قد يؤدي إلى فعلا إحداث خلل في النظام العام للأرض، مما يضر بصحة الإنسان وبصحة الكائنات الحية على سطح الأرض. فهذا التركيب منضبط أيضا، موجود في صخور القشرة الأرضية وثابت في كل عصر من العصور، والفقاعات الجليد في القطبين تحتفظ لنا بفقاعات هوائية قديمة، وبعض الصخور البركانية تحتفظ لنا بفقاعات هوائية قديمة، تؤكد على أن تركيب الغلاف الغازي الأرض اختلف مع الزمن لما حتى وصل إلى القدر الذي يصلح به الإنسان. وتعلمون أيضا أن طبقة الأوزون، وهي طبقة حماية هامة للأرض، بدأت تتكسر الآن بكثرة إفساد الإنسان بإطلاقه كميات كبيرة من الغازات المختزلة التي تختزل هذه الطبقة وتؤدي إلى إيجاد ثقب في طبقة الأوزون عند القطب الجنوبي بصفة خاصة، وعند القطب الشمالي أيضا ولكنه أكبر عند القطب الجنوبي. وهذا الثقب بازدياده إذا لم يتدارك سيؤدي إلى دخول كميات هائلة من الأشعة فوق البنفسجية التي تضر بالإنسان والحيوان والنبات. اللي بعد، هذه دورة المياه على سطح الأرض، وهي دورة في غاية الانضباط. نرى أن البحر من أسطح البحار والمحيطات يصل إلى 320 ألف كيلومتر في السنة، بينما السقوط الأمطار على سطحها لا يتعدى 284 ألف كيلومتر في السنة. من اليابسة نجد أن سقوط الأمطار على اليابسة يصل 96 ألف كيلومتر في السنة، بينما البحر يصل ل 60 ألف كيلومتر في السنة، والفارق هنا 36 ألف كيلومتر يفيض إلى البحار والمحيطات، حتى تظل هذه الدورة منضبطة، وهي آية من آيات الله في الخلق. اللي بعد، هذا ثقب الأوزون، يعني نرى أنه بدأ في القطب الجنوبي يتكون نتيجة التيارات الهوائية، يتكون ثقب في طبقة الأوزون يهدد الأرض الحقيقة بدخول كميات كبيرة من أشعة فوق البنفسجية الضارة، وإذا لم يعمل الناس على تلاشي هذا الخطر قد يعني يؤدي إلى نتائج خطيرة بالإنسان والحيوان والنبات. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن عوادم الطائرات وعوادم المداخن المصانع وعوادم السيارات تنقلها الرياح عادة إلى القطبين فتحمي غالبية الأرض منها، ولكن طبعا وجود هذا الثقب عند القطب الجنوبي وهو يزداد اتساعا بطريقة مستمرة سيؤدي إلى
مخاطر كبيرة إذا لم يتدارك. اللي بعده، بدايات الحياة. لم تكن الحياة كلها كما نراها الآن، ولكن الحياة بدأت بسيطة في التركيب، قليلة في العدد. وليس معنى هذا أننا نؤمن بما نظرية التطور، وهي نظرية كافرة، ولكننا نؤمن بتدرج عمارة الأرض مع الخلق، تدرج عمارة الأرض بالخلق، صور متدرجة من الخلق، وكله خلق من خلق الله، ولكنه كان متدرجا. ولذلك أقول دائما، إذا كان المقصود بالتطور هو تدرج عمارة الأرض بالحياة مع الزمن، هذا حق ونحن أولى الناس بقبوله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى الناس بها. والعلم بالحقيقة أو بالسنة الكونية من الحكمة. فبداية الحياة كانت غاية في البساطة وغاية في الندرة. وإذا أخذ أي قطاع صخري نجد أن هذا واضح وضوح شديد، وهذا أيضا آية من آيات الله، لأن كل طور من أطوار الحياة لعب دورا أساسيا في تهيئة الأرض لاستقبال الطور الذي يليه، وهي حقيقة من آيات الله في هذا الخلق. اللي بعد، هذه كائنات بادت وانقرضت، وكانت كائنات ضخمة للغاية، يعني انقرضت منذ 65 مليون سنة. ديناصورات بعضها كان يصل إلى يعني 30 متر في الطول، وإلى 60 70 80 طن في الوزن، كتل هائلة، واندفرت بالكامل، ولكن بقاياها لا تزال في الصخور، وبقاياها لعبت دور هام أيضا في تكوين ثروات أرضية مختلفة، وصور من الخلق ومن الإبداع في الخلق، يعني نراها في الصخور ونستقرأها في الصخور، فنعلم أن الذي أبدع هذا الخلق قادر على إبداع هذا الكون وعلى إفنائه وعلى إعادته من جديد. اللي بعد، بعض هذه الكائنات فعلا كان شرس للغاية، ولذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى أننا لم نتواجد معها، لأنه لو كانت موجودة في وجود الإنسان كان يمكن أن تسبب له كوارث كبيرة، ويعني يمكن الكائن من دول يطل برأسه في الطابق الرابع أو الخامس من عمارة كبيرة، فكان يسبب هلع كبير للناس، وبعضها كانت كائنات مفترسة. اللي بعد، من العجيب أن هذه الحياة، صور الحياة على تباينها، والنطاق الحياة للأرض أيضا آية من آيات الله، يعني نعلم أن هناك أكثر من 1.5 مليون نوع من أنواع الحياة، وهذه ممثلة ببلايين الأفراد، وهذه الأنواع تنتظمها أجناس محددة وعوائل وقبائل محددة، وأن هذه الأنواع يضاف إليها أكثر من 250,000 نوع من الحياة البائدة، وكله مبني على نفس النظام، يعني بناء الخلية الحية تماما هو اللبنة للحياة، وهي سر من أسرار الله، لأننا نعلم تركيب هذه الخلية الحية 100%. وحاول الشيوعيون في بداية الثورة الشيوعية، لعنهم الله وزادهم تفكيكا إن شاء الله ونصر المسلمين عليهم، يعني حين حاولوا في بداية الثورة الشيوعية أن يقلدوا الخلق، فأتوا بتركيب الخلية الحية ووضعوه تحت مختلف الظروف من الضغط والحرارة، لم ينتجوا خلية حية، لأن سر الحياة في الخلية الحية غير معروف، ليس هو هذا البناء المادي الذي يحللونه كيميائيا. الخلايا الحية كلها مبنية على نفس النظام، نواة في الوسط، وكمية من السائل النووي المحيط بها، وشفرات جينية تحمل الصفات الوراثية، وجدار يحمي هذه الخلية، سواء كان هذا نبات أو حيوان، كائنات راقية أو كائنات بسيطة. وهذا البناء يشبه إلى مدى بعيد بناء الذرة، وهي لبنة بناء أجساد المادة الميتة غير الحية. فالذرة عبارة عن نواة في الوسط تحمل غالبية شحنة الذرة، ثم عدد من الإلكترونات يدور في مدارات محددة ثابتة، وهذا البناء يشبه المجموعة الشمسية، شمس في الوسط وكواكب تدور، كل منها يدور حول نفسه ويدور في حول الشمس، ويشبه بناء المجرة، وهذا الشبه الكبير لأشياء هذا الكون من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته، إن دل على شيء فإنما يدل على وحدانية الذي خلق هذا الكون والذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته. اللي بعده، أظن هذه آخر، هذا ما عندي، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعذرا لمن لم نطرح سؤاله، بالنسبة لحرارة الشمس الخارجية سؤال الأول، والداخلية وكتلة الأرض وهذه الأمور الهائلة، كيف تم حسابها وذلك بإيجاز؟ ليس فقط كتلة الأرض ولا كتلة الشمس ولا حرارة الشمس، يعني يستطيع العلماء الآن
من تحليل أطياف النجوم أن يحددوا كتلتها ودرجة حرارتها وتركيبها الكيميائي وبعدها عن الأرض ومعدل تباعدها، معدل سرعتها. فهذه قضايا علمية دقيقة، يعني ليست أمورا ظنية ولكنها قضايا علمية منضبطة بسنن كونية ثابتة قابلة للتكرار والإعادة، ليس فيها خطأ أكثر من خطأ التجريبي الذي لا يتعدى 1%. نعم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه: لن تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا خضراء كما كانت. نعم. وأنهارا. نعم. هل هناك دلائل علمية في الوقت الحاضر توحي بعودة جزيرة العرب؟ نعم. مروجا وأنهارا؟ نعم، يعني أولا هناك دلائل تؤكد على أن الجزيرة كانت مروجا وأنهارا في الماضي، فكل الأودية الجافة التي تخترق الجزيرة من شرقها، من غربها إلى شرقها، ومن جنوبها إلى شمالها في بعض الأحيان، هذه الأودية لا يمكن أن يكون شقها إلا مياه جارية ومياه متدفقة. هذه الأودية الجافة كانت كلها في الماضي أنهار جارية، ودالاتها لا تزال محفوظة إلى الآن. ليس هذا فقط، بل إن الربع الخالي وهو من أكثر أجزاء الجزيرة قحولة وجفافا، صورت إحدى المركبات الفضائية مجرى لنهرين يتحرك أحدهما من الغرب إلى الشرق من المندفن في جبال الوجيد إلى قرب قطر تقريبا، ويتحرك الآخر من الجنوب من الأحقاف إلى الشمال، والنهران يصبان في بحيرة يبلغ قطرها 40 كيلومتر، والنهران جافان الآن والبحيرة جافة، ولكن أمكن للجهاز راداري محمول على أحد الأقمار الصناعية أن يصور هذه المجاري بدقة بالغة. وحينما صور العلماء هذه المجاري اندهشوا للغاية، فبدأوا يلجؤون إلى الكتب القديمة التي تحدثت عن جزيرة عربية، فوجد أن هناك عالمان قديمان، أحدهما اسمه بليني الكبير من علماء الحضارة الرومانية، زار المنطقة وتحدث عنها بإفاضة، والآخر اسمه بطليموس الإسكندري وكان أمينا لمكتبة الإسكندرية، وكلاهما قرر أن الربع الخالي في زمن زيارتهما كذلك قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدة قرون، قرر أن هذه المنطقة كانت أغنى منطقة على وجه الأرض. رسم هذين النهرين ورسم البحيرة، وقال أن هذه حضارة عاد التي ذكرها القرآن الكريم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقال أن هذه الحضارة كانت تورد إلى أوروبا في زمانهما الذهب والفضة والفواكه المجففة والأخشاب والعطور والبخور من الربع الخالي. هذا كله يؤكد على أن الدورات المناخية يمكن أن تحول مناطق إلى صحراء قاحلة، كما يمكن أن تحول مناطق أخرى إلى مناطق غزيرة الأمطار، كثيرة المياه غزيرة المياه. نعم. فنتأكد أنه في الماضي كان كذلك، أو في المستقبل نعلم أن الأرض بالرغم من التلوث الذي أحدثه الإنسان داخلة في دورة جليدية جديدة، وهناك مناطق كثيرة في شمال أوروبا وفي شمال أمريكا كانت مناطق صيد، بدأت المياه تتجمد فيها، وحينما تجمد الماء المالح معنى ذلك انخفاض عام في درجة حرارة الأرض، فالأرض متجهة إلى دورة جليدية جديدة، وحينما يبدأ الجليد في الزحف من أحد القطبين إلى خط الاستواء يتحول هذا الحزام الصحراوي الممتد من موريتانيا غربا إلى وسط آسيا شرقا إلى منطقة أمطار غزيرة كما كان في الماضي، وأغلب المياه الجوفية التي تستغل الآن مياه تجمعت في الزمن المطيرة القديمة التي امتدت إلى 35,000 سنة مضى إلى قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات قليلة. وثابت علميا أن الجزيرة العربية مرت ب 15 دورة، 7 دورات مطيرة تخللت 8 دورات من الجفاف، هذه الدورات هي التي جمعت فيها هذه المياه الجوفية، ونحن مقبلون الآن على دورة مطيرة جديدة نتيجة لزحف الجديد من القطب الشمالي في اتجاه الخط الاستواء. فهذا تأكيد لنبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا كما كانت. نعم. كيف نوفق بين القول العلمي أن أصل الأرض كان ترابا وبين أن أصل الأرض كان دخانا والله أعلم كما ورد في القرآن؟ بارك الله فيك. والقرآن لم يقل أن الأرض كانت دخان، قال أن السماوات والأرض كانت رتقا، كانت جسما واحدا، ثم هذا الجسم انفجر فتحول إلى دخان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين.
فالارض بدات غلاله دخانيه منفصله من هذا او هي والمجموعه الشمسيه ككل بدات كغلاله دخانيه منفصله من هذا الدخان الاولي الكبير. من هذه الغلاله الدخانيه بدات تحدث دوامات داخليه اختصت اجزاء من ماده هذا الدخان تتكثف هذه الاجزاء، بعضها كون الشمس، بعضها كون الارض، بعضها كون باقي الكواكب الاخرى. في هذه البدايه كانت عباره عن كومة من التراب، لان هذه الغلاله الدخانيه لم يكن فيها عناصر ثقيله، كانت تتكون فقط من العناصر الخفيفه التي لا تتعدى السيليكون اللي هو الرمل. نعم. ما المفهوم الجيولوجي للسماوات السبع كما وردت في القران الكريم والاحاديث النبويه؟ لا يستطيع العلم ان يؤكد شيئا بخصوص السماوات السبع، لان انا شخصيا اعتقد ان كل ما نراه في صفحه السماء هو في السماء الدنيا، لان القران يقول وزينا السماء الدنيا بمصابيح وهي النجوم، فكل ما نراه في صفحه السماء الدنيا، واذا كان هذا الذي نراه في صفحه السماء الدنيا لم نحط بعد بكامل السماء الدنيا، فان لنا ان نتحدث عن السماء الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، هذا فوق علم الانسان وهو جزء من الغيب الذي لا يعلمه الانسان الا بانباء من الله او من رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤال اخر، ما الذي جعل القارات تنفصل بعد ان كانت متصله؟ هذه الدوامات التي تحدث تحت الغلاف الصخري للارض والتي اشرت اليها دوامات حراريه ناتجه من تحلل المواد المشعه تؤدي الى صخر الغلاف الصخري للارض نفسه واحداث صدوع فيه، هذه الصدوع هي التي تبدأ في تفتيت القارة إلى قارتين وإدخال المحيط فيما بينهما أو إدخال مياه المحيط فيما بينهما، كما يحدث تماما الآن في البحر الأحمر. البحر الأحمر، البحر الأحمر عبارة عن صدع كبير انخفض بهذه المنطقة إلى مستوى سطح البحر، فاندفعت مياه المحيط الهندي لتملأه وتفصل الجزيرة العربية عن القارة الأفريقية. سؤال آخر يقول، إذا كانت سرعة دوران الأرض تقل تدريجيا ويمكننا قياس ذلك، فهل يمكن حساب الفترة الزمنية اللازمة لانعكاس اتجاه دوران الأرض والذي تشرق الشمس معه من المغرب وبالتالي تحديد موعد قيام الساعة؟ لا لا، يعني كثير من الناس يتخيل أن الساعة ستقوم بالسنن الراهنة، وهذا كلام غير صحيح، لأن المعجزات لا تحتاج إلى هذه السنن التي تتحرك بها الأرض وتحرك بها الكون في زماننا، المعجزات تحتاج إلى خوارق للسنن، وقيام الساعة من الخوارق للسنن، يعني لن يتوقف قيام الساعة على السنن التي نراها الآن، ولكن هذه السنن تشير إلى صدق نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشير إلى ذلك ملاحظات موثقة موجودة في صخور الأرض تؤكد لنا على أن سرعة دوران الأرض حول محورها في القديم كانت أعلى بكثير من سرعتها الحالية، ولذلك كان طول اليوم قصير أقصر بكثير. هذا التباطؤ مستمر، فلو رسمنا منحنى سيرينا أين تصل الأرض إلى نقطة اختلاف الدوران، لكن ليس ذلك بالضرورة هو الزمن المحدد للساعة. نعم. سؤال حقيقة غريب أرى، هل من المفترض أن يكون التوقيت العالمي توقيت أم القرى بمكة المكرمة بدلا من توقيت غرينتش؟ ماذا عن حقيقة هذا القول؟ ليس التوقيت، فمن آيات الله أن التوقيت يختلف من نقطة إلى نقطة على سطح الأرض، وهذه آية من آيات الله، حتى يظل الأذان ينطلق باستمرار ليحيط بالأرض بالكامل، في كل ثانية هناك مكان يؤذن فيه للصلاة. ولكن الذي يقصده السائل ربما أن لو تمت الخرائط الجغرافية بإسقاطات باعتبار خط طول مكة هو خط الأساس، خط الصفر بدل خط جرينش هو خط الأساس، لاستقام شكل الخرائط الجغرافية استقامة هائلة. وكان لنا أستاذ كريم الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، كان أستاذا في كلية الهندسة جامعة القاهرة وهنا في جامعة الإمام، كتب بحثا رائعا عن توسط مكة لليابسة، توسط مكة لليابسة، أن مكة تتوسط اليابسة مش الكرة الأرضية ككل، لا اليابسة، وعن استقامة المجال المغناطيسي عند مكة، وقال في هذا الكلام لو أعيد إسقاط الخرائط الجغرافية والجيولوجية باعتبار خط طول مكة هو خط الأساس لاستقام شكل الخرائط أحسن من استقامتها الحالية، فالخرائط كلها منحرفة ب 23 درجة تقريبا، وهو انحراف المجال المغناطيسي عند خط جرينتش الذي فرض على العالم بحد السيف بحكم هيمنة
بريطانيا في زمان فرض خط غرينتش فرض بحد السيف. ولدينا في المكتبة هنا كتاب جميل جدا عن خط غرينتش يتحدث كيف فرضت بريطانيا خط غرينتش على العالم. وكان هناك صراع شديد بين بريطانيا وفرنسا. فرنسا كانت تريد أن تجعل باريس هي خط الأساس، وبريطانيا تجعل خط غرينتش خط الأساس، واليهود يطالبون بجعل القدس أو الهرم الأكبر هو خط الأساس. ولكن انتصر في النهاية البريطانيون بحكم هيمنتهم على العالم في هذا الوقت، لأن هذا كان في نهاية القرن الماضي. فالحقيقة أن إحدى سمات الاستعمار البريطاني القديم ومحاولة الهيمنة على العالم جعل خط غرينتش خط أساس، لأنه لا يصلح أن يكون خط أساس. ولو جعل خط طول مكة هو خط الأساس لاستقام شكل علاقات المساحات الأرضية مع بعضها البعض أكثر من شكلها الحالي على الخرائط الجغرافية والجيولوجية. نعم، سمعنا عن حضوركم لمؤتمر المياه الذي عقد مؤخرا في السودان، فيا حبذا لو أعطيتنا نبذة عن المؤتمر وتوصياته. بارك الله فيكم. مؤتمر المياه عقد في الخرطوم منذ أسبوعين تقريبا، وعلمنا في هذا المؤتمر أن المياه تشكل مشكلة حقيقية أمام الناس، والسبب الرئيسي خاصة في العالم الإسلامي، لأن أعداء الإسلام يريدون أن يقتلوا أمة الإسلام عطشا. ومن ضمن حلقات هذا المسلسل أن اليهود في فلسطين المحتلة قاموا في أوائل الستينات أوائل الخمسينات بتحويل مجرى نهر الأردن إلى بحيرة طبرية، وعقد أول مؤتمر قمة عربي للرد على محاولة اليهود لتحويل مجرى نهر الأردن، وشكلوا قيادة عربية مشتركة مهمتها ضرب أي مشاريع تقيمها إسرائيل أو يقيمها اليهود في فلسطين المحتلة لتحويل مجرى نهر الأردن. وللأسف الشديد تم التحويل دون أن تتحرك القيادة العربية المشتركة. فأطمع ذلك اليهود في تحويل اليرموك، واليرموك نهر ينبع ويصب في أراضي عربية بعيدة عن فلسطين، وبالفعل حولوا نهر اليرموك إلى بحيرة طبرية، وأصبحت بحيرة طبرية خزانا مائيا هاما يبني عليه اليهود في فلسطين المحتلة الآمال في التوسعة الزراعية التي تستوعب المهاجرين اليهود من كل أنحاء الأرض. ثم حدثت نكسة 67 وتم احتلال الضفة الغربية، وأول ما احتلال غزة، وأول ما فعله اليهود وضع أجهزة قياس على الآبار المحفورة وبيع المياه للعرب أصحاب الأرض الفلسطينيين أصحاب الأرض، ثم تحريم حفر أي آبار جديدة، وقاموا هم من ناحيتهم بحفر آلاف الآبار وجمعوها في أنبوب يمر من الشمال إلى صحراء النقب يسمونه الأنبوب القومي، وقاموا بعمل نفس الشيء في قطاع غزة، علما بأن قطاع غزة من أفقر أجزاء العالم العربي إلى المياه. لم يكتفوا بهذا، افتعلوا معركة مع لبنان واحتلوا الجنوب، وكان الهدف الحقيقي من احتلال جنوب لبنان ليس الأرض وليس منطقة حماية أمنية كما يدعون، ولكنه المياه. فحولوا الليطاني والحصباني وبنياس إلى بحيرة طبرية، وهي أنهار عربية 100% بعيدة عن أيدي اليهود، ولم يتحرك أحد. لم يكتفوا بهذا، في اتفاقية كامب ديفيد طلبوا من السادات 1% من مياه النيل، وتحت ضغط من أمريكا وافق السادات على ذلك. وهذا من الاتفاقيات السرية في اتفاقية كامب ديفيد للأسف الشديد. 1% يعني كمية هائلة من المياه، لأن الماء الذي يجتمع عند السد العالي يبلغ بين أو يتراوح بين 86 مليار و 160 مليار متر مكعب سنويا. 1% يعني يمثل كمية شبه تزيد عن كل الماء الذي سرقوه من الدول العربية المجاورة. ولكن دول المحيط دول الحوض النيل احتجوا أن الماء لا يجوز أن ينقل خارج الحوض، لأن هناك دول تعاني من نقص في المياه فعلا، قالوا لا يجوز نقل المياه خارج الحوض. لم يكتفوا بهذا الأمر، اتجهوا إلى تركيا وقاموا متطوعين بدراسة إقامة عدد من المشاريع على دجلة والفرات لحرمان كل من سوريا والعراق من مياه هذين النهرين، وهما يجريان أغلب طول النهرين في أرض عربية ليست في أرض تركيا، وتركيا دولة مسلمة ويهمنا مصلحتها، لكن لا يجوز لأي دولة إقامة مشاريع سدود
على اعالي الانهار دون استشارة الدول المصب حسب القانون الدولي. ولكن تركيا للأسف الشديد تحت اغراء اليهود وتحت تمويل ضخم اتاها من بنوك عالمية يعني تحريض من اليهود سمحوا بهذه المشاريع ان تقام واقاموا سد اتاترك. لما اقيم سد اتاترك وتم بناؤه وبدأوا يملؤوه بالمياه جف الفرات بالكامل، وهم يهددون الان حقيقة حياة المسلمين في كل من سوريا والعراق بالموت اذا يعني تكملت هذه المشاريع 22 على دجلة والفرات، سيحرمون السوريين واللبنانيين والعراقيين من اي مياه. ثم التفوا على تركيا وقالوا عندكم مياه زائدة وفائضة، مياه الامطار، فتركيا تتلقى كميات هائلة من الامطار، ثم لديها قمم جبلية تكسب الجليد في الشتاء وينصهر هذا الجليد في الربيع والصيف. قالوا ينقل هذا الماء في انبوبين، انبوب يتحرك بطول غرب المنطقة يعني يغذي كل من سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة الى الحجاز، وانبوب اخر يتحرك الى الكويت، ويمر كل من الانبوبين في فلسطين المحتلة حتى يعطيهم فرصة للتوسع. ثم انتقلوا، لم يكتفوا بهذا، انتقلوا الى اثيوبيا وعرضوا على اثيوبيا اقامة مشاريع مشابهة على نهر النيل لحرمان مصر والسودان من المياه، ولكن مصر هددت باستخدام القوة لضرب اي مشاريع تقام على النيل، فتوقفت المشاريع بالرغم انها مدروسة وممولة. باقامة السد العالي يعني اشتكت السودان ان حصتها من المياه قليلة، فدرسوا السبب فوجدوا ان هناك سدود نباتية كثيرة في اعالي النيل، والمشاريع التي درست رشحت اقامة قناة تسمى قناة جونجلي تتحاشى مناطق السدود النباتية وتضاعف كمية المياه اللازمة للسودان ولمصر يعني بنسبة معقولة. فبدأوا في حفر المشروع، القناة كان طولها 380 كيلومتر، بدأوا في حفرها تكلفت 80 مليون دولار، دفعت مصر 40 مليون دولار ودفع السودان 40 مليون دولار. قبل ان يكتمل حفر القناة اقام اليهود حرب جرانج، حرب الجنوب، وتعلمون ان جرانج يمول تمويل كامل من اليهود ومن الدول الغربية لانهم يريدون ان يقيموا حاجز نصراني في جنوب السودان يحول او يفصل شمال القارة المسلم عما يعبثون به من تنصير في وسط وجنوب القارة. والعالم الغربي كله وبعض الدول العربية للأسف الشديد تدعم ثورة جرانج، وهي ثورة لا اساس لها من الصحة، لان نسبة المسلمين في الجنوبيين اعلى من نسبة النصارى، وان الاسلام ينتشر الان بين الجنوبيين بمعدلات عالية للغاية، وهناك قبول للاسلام من الوثنيين الذين يسكنون في الجنوب. وقضية الجنوب قضية خطيرة، لان الذي يتحكم في الجنوب يتحكم في مياه النيل. اقاموا ثورة جرانج ولا الحرب الجنوب السودان، واول ما فعله جرانج سرق الحفارات التي تحفر قناة جونجلي وقام بردم القناة، وبعد ان كان بقي من القناة 18 كيلومتر فقط وتكتمل بالكامل قام بردمها. فندرك من ذلك ان هناك مؤامرة شديدة لإعطاش المسلمين، لقتل المسلمين عطشا. ومن العجب انني وجدت نفس الشيء يتم في بنغلاديش، وبنغلاديش من سخرية القدر انها دولة كانت تشكو من اغراق المياه لانها عبارة عن دلتا لعشرات الانهار، فقد اقام الهند بدراسة يهودية وتمويل يهودي باقامة سد على نهر السند قبل دخوله بنغلاديش بعشرين كيلومتر. فيقول لي الاخوة البنغلاديش الموجودين ان نهر السند جف بالكامل وتعبره الحيوانات وتعبره البشر جاف، وهو من اكبر الانهار. فهناك مؤامرة كبرى لاعطاش المسلمين، ومؤامرة كبرى حقيقة لسرقة مياه المسلمين تقوم بها القوات المعادية وعلى رأسها اليهود وعلى رأسها هذه الدويلة المصطنعة التي غرست عنوة في قلب العالم العربي والعالم الاسلامي، ولا بد لها ان تزول ان شاء الله. بقي ان اقول ان الذين يفعلون ذلك يتخيلون ان الماء هذا يعني شيء في أيديهم. أقول أن الماء من الرزق، والآيات القرآنية الكثيرة تؤكد على أن الله وحده هو الذي ينزل الماء من السماء، ويمن علينا ربنا تبارك وتعالى بذلك في آيات كثيرة لا داعي لاستعراضها. والرزق لا يطلب إلا بطاعة، وذلك أقول أنا أشرت في حديثي بسرعة أن أغلب مياه الارض عبارة عن جليد متجمع عن قطبين وعلى قمم الجبال، يلي ذلك في الكفرة المياه تحت السطحية، وعلى المسلمين ان يهتموا بهذه المياه تحت السطحية،
يهتم بحفر الآبار. وحفر الآبار ليس لاستنزاف هذا الماء، فهذا الماء آية من آيات الله، رسالته الكبرى أن يحمل على سطحه ماء المطر. وماء المطر يستطيع الناس أن يزيدوه بالصلاة وبالدعاء إلى الله، ولذلك شرعت صلاة الاستسقاء. المسلم لابد أن يطلب هذا الرزق من الله، ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمع من الصحابة بعد أن نزل عليه المطر في الطريق من مكة إلى المدينة، قال أصبح منا مؤمن وكافر. فعجب الصحابة قالوا من منا ككافر؟ قلنا صحابتك يا رسول الله. قال من قال أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد كفر، ومن قال أمطرنا برحمة من الله وفضل فقد آمن. فالمطر ده منا من الله، لا تطلب إلا بالطاعة. وإذا استطعنا أن نحتفظ بمياه الآبار لتحمل على سطحها ماء المطر لكون أنجزنا إنجازا كبيرا. فالسعودية مثلا، المملكة العربية السعودية، متوسط سقوط الأمطار عليها 90 ملم في السنة، 9 سنتيمترات، نصفها يفيض إلى البحر الأحمر أو يتبخر من شدة الحرارة، والنصف الباقي يصل إلى المخزون الأرضي. هذا النصف الباقي وهو لا يتعدى 4.5 سنتيمتر سنويا يشكل احتياجات المملكة سنة 1420 من المياه. هذا لا يمنع طبعا أن نهتم بتحلية المياه وبتقديم تقنيات متقدمة للتحلية بتكلفة زهيدة، الاستفادة بالطاقة الشمسية، الاستفادة بالطاقات الحرارة الأرضية، الطاقات الدائمة والمستمرة والغير ملوثة والتي يمكن أن تنتج لنا ماء عذبا بسعر زهيد. لابد من الدخول في هذه القضايا مع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير المناخ وأن يحول هذه الصحاري إلى مروج خضراء كما كانت. والقضية طويلة يعني، لكن أردت أن أوجزها لكم في هذه الكلمات الموجزة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة